30 سنة ومتجوزة من 20 سنة بالظبط، وعندي ولد وبنت، الولد كبير في أولى جامعة والبنت في تالتة إعدادي، وزوجي أكبر مني ب 14 سنة. المفروض إن من ساعة ما اتجوزنا في 9 شهور بالظبط، مش ما خدناش وقت كبير، وسبت تعليمي بسببه. يعني أنا وصلت لسنة تالتة في الكلية وما كملتهاش، وكنت شغالة في نفس المجال اللي هو كان شغال فيه وعرفني من هناك، وخلاني سبت الشغل وخلاني مكملتش الجامعة بتاعتي، وكل يوم والتاني خيانات، وكل مرة يقول أنا مش آخر مرة ومش هعمل كده تاني، وندخل الأهل وندخل الصحاب والدنيا والكلام ده كله، لغاية من أول سنة جواز جاب لي هو واحدة في عنده البيت. 53 سنة دلوقتي. أيوة أيوة، ومن أول سنة جواز جاب واحدة في البيت ونططها من الشباك، والجيران عرفوا ونادوني وأنا كنت عند والدتي. ولما بيعمل حاجة كده بيبقى كويس جدا معايا في فترة ما هو بيعمل، وبعد كده بيتقلب عليا، وبعد كده يتكلم الناس ويقول لهم طبعا يعني حاجات كتيرة جدا عليا مش موجودة فيا أصلا. ولما باجي أواجه يقول لي أنا مش عارف أنا بعمل كده ليه، وأنا آسف وما أقدرش أستغنى عنك. لغاية السنة اللي فاتت 13/4 السنة اللي فاتت اتجوز عليا، ومن قبليها ب 20 يوم او من شهر، يعني هو اتجوز شهر 3، انا في شهر 12 كنت بقول ان هو متجوز، وانا احساسي من جوه. اتجوز مين لغايه بقى؟ واحدة. بعديه بناصيه، يعني بعديه بشارع بالظبط، واحده اكبر مني انا ب 15 سنه، تمام، سنه. ومعاها 3 بنات، وكان عندها برضو ضحكت عليه يعني وحاجات كده، واتجوزوا رسمي. والمشكله كمان في جوازه انه ضحكت اتجوز، عليه ايه؟ هو الراجل من اول يوم لاخر يوم وهو مستمر في علاقات، فاشمعنى دي اللي ضحكت عليه؟ ما عشان هو هقول اللي ماشي، لحد، هو اللي ماشي يحب على روحه ويتجوز على روحه. تمام كده. انا لما اكتشفت رفعت عليه قضيه وعملت مشاكل، وولادي فوق فقال لك ابني ضحكت الكبير. عليا، شربتني حاجه اصفر. وهي فعلا هي الست دي كانت متجوزه واتطلقت من حد من يعني قرايبها، وكانت بفضيحه، يعني كان موضوع كبير، انا مش عايزه ادخل في تفاصيل طبعا. يعني المشكله دلوقتي ان هو بعد ما طلقها، يعني هو كان الرجوع ان هو عايز يرجع للبيت تاني، وبقى يسوق يعني يكلم اصحابي ويكلم الناس، ارجع هرجع تاني وهعمل لها اللي هي عايزاه، بس تبيع عربيتها وتبيع، انا عايز الفلوس عشان اسد المؤخر والمقدم والحاجات دي كلها. فطبعا انا رفضت رفض تام. المهم من هنا لهنا جاب لي حاجات تدينها من قبل جوازهم، وقال لي استعملي دي عشان خاطر ان انا اطلقها بيها وما تاخدش حق من حقوقها اللي هو المؤخر بتاعها والقايمه، تمام كده. فانا رحت لاهلها وعرفت اهلها عن طريق الصدفه برضو، يعني مش انا ما ساعدتش الحاجه، عشان خاطر عندي ابني وبنتي كنت خايفه عليهم جدا، لان الناس كانوا بيبصوا لها، بيبصوا لاولادي بكلام مش حلو. فعملت ده، والمهم كلمتها ما بيني وما بينها وفهمتها، وحصل الطلاق. الطلاق حصل في شهر 9، تمام. شهر 1 حضرتك انا اكتشفت مكالمه ما بينه وما بينها تاني، بس بطريقه وحشه جدا وحاجه ملهاش حق، يعني هو كلام مش قادره اقوله. انت هو على فكره خلاكي شتت نظرك من التركيز فيه هو التركيز في واحده تانية، خلاص هي ربنا يسهل لها. انت هو يعني خلاكي تروحي تركزي معاها وهي مش كويسه، وهو الاساس هو على فكره مش هي ما هو خالص. الاساس هو، او بعد ما عمل كده واتكلم معاها يعني خلاص، والموضوع خلص، وواجهتها بالمكالمه وقالت لي مش عايزه اعرفه تاني، والكلام ده حصل كده تمام وخلاص قطعوا مع بعض. حضرتك الشهر اللي فات هيرجع برضو انا، نعم، هيرجع تاني يا فندم. ما هو رجع فعلا تاني، بس رجع بقى بقذاره اكبر، وان هو رجع جاب ناس من الشارع وتعامل معاهم في عربيته، وواحده تانية خالص برضو من جنبي. طب هو من اول فندم ما نطط نفسك كده البت ليه؟ من الشباك، اول ما اتجوزته والبت اللي كانت معاه في الاوضه نططها من الشباك ده، تعرفي يعني من اولها خلصت. تعرفي ان حضرتك ان انا ما كنت، كان غصب عني، انا كنت صغيره عندي 19 طيب سنه، السؤال ايه بقى؟ السؤال هو هتعامل مع البني ادم ده ازاي؟ هل البني ادم ده هيتعدل؟ انا دلوقتي المفروض ان انا موجوده في البيت وراجعه، ورجوعي ليه ان هو اكتب قايمه جديده واعمل مش عارف ايه واعمل ايه، حاضر 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 طيب، واللي انتوا عايزينه. انا لدرجه ان انا وديته عند دكتور نفساني، ولما قعد يتكلم مع الدكتور ما اتكلمش، قال لي اتكلمي انت، اتكلمت انا،
فالدكتور قال له انت جاي تلعب، انت مش جاي، يعني انت مش مريض بضرسك ولا عايز حقنه ولا عايز صداع مسكن، انت الحاجه من جواك خلاص وخاف الحمد على لله. اولادك. فانا ما عنديش حاجه اقولها لك، لو عايز طيب تكلمني انت ولادك يا عندك فندم بدايل؟ استقبلني. انا عايزه اسال سؤال، هل انت عندك بدايل تقدري تتطلقي وتعيشي وتستقلي وترتاحي من الهم ده؟ هو بقى يعني ده هم يا بنتي، ده انت عايشه في هم. اولا انت اهم صغيره 39 سنه، دي صغيره، دي واحده قدك بيتجوزوا دلوقتي، السن فوق ال 30 دول بيتجوزوا، فانت هتعيشي في الهم ده لغايه امتى؟ انا مش يعني انا بسالك، هل عندك بدايل ولا ما هو عندكش؟ حاليا ما عنديش بدايل، بس انا راجعه ورجوعي لله وقدامكم، يعني انا بقول بحق طب ولادك ربنا. يا فندم موقفهم ايه؟ انا عايز اعرف. ولادي وقفوا قدامه وقالوا له احنا مش عايزينك امشي اطلع بره، احنا عايزين نقعد مع امنا ومش عايزين نتعامل معاك خالص. هو ابني ابتدى غني، هو يتطاول غني عليه، ومعاه فلوس مقتدر يعني. متوسط شغال في مجاله كويس ومتوسط، يعني هو طيب. فلوسه كلها للاسف، احنا قاعدين في شقه ايجار على فكره، وفلوسه كلها ضايعه على الستات اللي هو بيعرفهم. ما شاء طب الله. خلاص يا فندم. بيأثر مننا احنا ويصرف بره. فانا دلوقتي هل البني ادم ده اقعد معاه لغايه ما اعمل حاجه كويسه اقدر اتند عليها اصرف على ده كل اولادي؟ ده او ما انت عملتيش حضرتك من مطلقه، ساعتها، مطلقه ما منه الان يا عملتيش من فندم؟ ساعتها لا لا لا، احنا عايشين مع بعض في قلب البيت، ما فيش اي حاجه يعني خالص بيني انت وبينه. حضرتك لسه لازلت على ذمته دلوقتي في عصمته؟ ايوه على ايوه ذمته. ايوه ورحنا ايوه الاسبوع اللي فات عند المأذون عشان خاطر انا عايزه اتطلق بعد ما عرفت الموضوع بتقرف. الموضوع الكبير اللي هو عمله، ورفض يطلقني، رفض تماما ان طبعا هو يطلقني، طبعا. ماشي وقال يا لي مش فندم، هقدر ماشي حاضر اتنازل عنك والكلام ده كله. حاضر يا فهل فندم. البني ادم ده اتعامل معاه ازاي؟ اقعد معاه ولا انت انفصل قاعده فعلا منه؟ مستنيه لامتى احنا عشان تعملي حسابك؟ ما انا برضو اسالك سؤال، انت كل ده خايفه على اولادي، انا خايفه على بنتي، انا عندي بنت ما شاء الله، خايفه يعني يحصل لها ايه اكتر من الفضايح لما اللي حد حاصله يجي، دي؟ ايوه دي بس لما فضايح حد يجي اسمها فضايح، يتقدم مالها؟ طبعا، لما حد يجي يتقدم هيقول مثلا ايه ابوها بيعمل كذا 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 ومامتها اتطلقت، ما هو الكلام بتاعنا والعادات والتقاليد بتاعتنا غلط ايوه، ما هو هيجي ومشكله. برضو هيعرف برضو الفضايح دي. بس يتقال على الأقل أمها صبرة وقاعدة في البيت يا معاهم عشان سلام خاطرهم. طب يا يعني سلام. فهموني، طب طيب يا عشان فندم أنا انت حضرتك موقف اهلك ايه؟ موقف أهلي ما قاطعينه ما بيكلموهوش بعد ما اتضربت بموضوع الجواز اللي هو كان اتجوزه، لأنه ضربني علقة محترمة. كمان يا نهار احوس. أهو و يبقى سامحيني يا فندم اقول لحضرتك حاجه، اتفضل. انت الله يسامحك انت اللي عامله في نفسك كده بصراحه، يعني لا تلوم الا نفسك. انا مش بحرض الستات على الرجاله عشان في ناس بيفهموا لا غلط، ده مش تحريض يا فندم، ده مش هيتظبط ابدا، لان انت غفرت مره واثنين وثلاثه واربعه 10 مليون وعشره ورجع تاني وسيعود. بس اللي انا بساله هو بيعمل كده ليه؟ بيقول مش عارف، انا مش خلاص عارف انا خلاص، ده بعمل كده مريض ليه. نفسيه. ماشي يا فندم، ده انا هجاوب حضرتك، ده رمرام، ده مريض، ده مش موضوعنا انا هجاوب دلوقتي. حضرتك. هي دلوقتي فكره انه اصل انا خايفه على بنتي، خايفه على بنتك، اصل هيقولوا امها صبرت، هتفرق؟ بس يا فندم ده تشكر عليه الكلام ده، تشكر عليه برضه، معلش دي بنت اصول، سامحيني هترد عليها تقولي دي بنت اصول ومتربيه وجايه على نفسها عشان خاطر ولادها، وهي دي الستات المصريات الكلام ده هو اللي المقهورات بصراحه، ده هم جايين كلام، على نفسهم. ده بس هو كلام الدين. خايب. انا اسفه، انا اسفه فضلت الشيخ، انا اتفضل. اسفه والله مش قصدي لا حاجه. يا فندم، خيبه الست انها ايه، انه هي تفرط في كرامتها وتمرمط ولادها، ما تمرمطوش معاها، طب هي لما ابنها ما اتمرمطش، لما يوصل ان الولد يقول لابنه امشي، الولد يقول باباه لابوه امشي اخرج بره ما مش خلاص كده. عايزينك معانا، خلاص كده، دي حاجه، دي خلاص ده كده، مستوى خلاص كده. يعني. هي ده هل هي تشكر؟ لا حضرتك بس انا قلت نفس قلت الجمله ونقط، معلش لا حضرتك يا قلت فندم، لها بص يا انت فندم، غلطانه، وفي لا نفس ما وبعد لسه يا كده فندم، قلت لا لها انا انت لسه هقول اهو. تشكري. لا اصبر عليها بقى، اتفضل. صلي على الحبيب. عليه الصلاه هي غلطانه والسلام. في الاستمراريه دي كلها، غفرت مره واثنين وسامحت مره واثنين وثلاثه، لكن انا برد على كلمتها ان بتقول انا راجعه عشان خاطر ولادي، انا برد على الجمله دي بس، فبقول لها كتر خيرك ان انت بتقولي الجمله دي، ولكن اللي زي ده، المريض اللي زي ده يعني ربنا يهدي الجميع، صعب جدا ان يتظبط. طب انا دلوقتي اعمل ايه يا فضيله الشيخ؟ حرام عليا ان اطلب الطلاق؟ لا ليس بحرام. طب انا اتحمل عشان ولادي؟ يبقى لك الاجر، وانت مخيره، وانا بقول لك انت مخيره تستمري علشان ولادك وتحتضني بنتك اللي هي تبقى عروسه ويجي لها عريس، واضحي عشان ولادي، يبقى كتر الف مليون خيرك، وان كان صعب على اي ست في الدنيا. طب انا مش هتحمل يا مولانا وهتطلق منه، خلاص ده حقك الشرعي. شوني بس، وصل يا كتر فندم؟ خيرها، ما انا بسأل حضرتك بس بالراحة، طيب كتر خيرها انها خايف على تعمل اولادها؟ يحصل، هو خايف عليهم، هم فين؟ هم في التهلكة حالا، ما هو دلوقتي لو هم حصل حالا في قلب في قلب التهلكة، التهلكه، ولو حصل، في فضايح وبيجيب عيال في العربية ويعمل ولو حاجات حصل، قلة أدب في العربية. ما هي تعمل ايه بقى يا فندم؟ ما هو لو حصل انفصال هيبقى التهلكه اصعب.
ايوه لو حصل انفصال هتبقى التهالك اصعب. يا فندم مين اللي هينفق عليها وعلى اولادها؟ ما هو هينفق هم اولاده. طيب جميل، ما هي دلوقتي ستنا خوله بنت يا بص يا فندم، هو يصرف، هو مامور انه يصرف على اولاده. المجادله لما جت للنبي قالت له ان لي اولاد ان ضممتهم اليه ضاعوا وان ضممتهم الي جاعوا، ان الضحيه في الاولاد. فالست بتقول انا، خدي بال حضرتك بس من كلامي كويس، الست بتقول انا مضحيه بنفسي عشان خاطر اولادي، يبقى تشكر، لكن الاسلام والدين مدي لها الحق انها تطلق وليس بحرام. وصل يا فندم؟ لو